اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، حيث نرصد فيها ابرز ما كتبت الصحف العراقيه والعربيه والدوليه، ونبدا من اهم العناوين. جاء في موقع الهيئات: مفوضيه حقوق الانسان وزاره الهجره وزعت مواد منتهيه الصلاحيه على النازحين. ونقرأ في المدى: تشريد 5000 عائلة وتدمير 500000 دونم زراعي بسبب السيول في 6 محافظات. وجاء في كتابات: الولايات المتحدة تطالب العراق بإخراج الفصائل الشيعية من المناطق السنية. ونطالع في البصائر: إيران تراهن على العراق لتحسين نمو اقتصادها. ونقرأ في العربي الجديد: المعارضة السودانية تطالب بمجلس رئاسي بمشاركة العسكريين وتحشد لحماية الثورة. أما في الزمان العراقي: حقوق الإنسان تزح 4500 من أهالي ميسان جراء السيول والحشرات تغزو المحافظة. ونطالع أخيرا وليس آخرا في العرب اللندنية: العبادي والمالكي يعدان لمعركة مشتركة لاستعادة مكانتهما. أهلا بكم. لم يكن الأمريكيون وحدهم الذين غرقوا بالأوهام قبيل غزو العراق وأثناءه وخلال الاحتلال كذلك، فقد توهم العراقيون أيضا، وتوهموا كثيرا بدون شك. لكن المعضلة التي تواجه العراقيين في تلك الأوهام أنهم دخلوا تلك الدهاليز بقراءات فردية أو جماعية ذات صبغة فردية، كما أنهم لم يمتلكوا مراكز أبحاث ودراسات متخصصة استقصت كل شاردة وواردة كما حصل بالنسبة للجانب الأمريكي. هذا ما حصل. وعن ذكريات الاحتلال الأمريكي للعراق كتب وليد الزبيدي في صحيفة الوطن العمانية: إن واحداً من أكبر الأوهام التي عاشها العراقيون تصورهم أن أخطر مشكلة ستواجه الجيش الأمريكي تتمثل في قضية الطقس الحار بل اللاهب في فصل الصيف، وأن هذا الفصل القاسي ليس قصيراً أو عابراً بل إنه أطول فصل في العراق. وراهن الكثير من العراقيين على هذه المسألة، وتحدث الكثيرون في مجالسهم وهم يشاهدون الجنود الأمريكيين يعتلون دباباتهم ويتحركون في المدن والأحياء ببغداد والمدن العراقية الأخرى. واعتقد العراقيون أن الجنود الأمريكيين قادمون من حياة يملأها الرخاء والترف، ومن بلاد ليس فيها حرارة لاهبة كما هو حال العراق. والخلاصة أن هؤلاء الجنود لن يصمدوا طويلاً في أشهر الصيف. لكن تبين أن ذلك مجرد هم عاشه العراقيون بامتياز، فقد زحف الصيف ورياحه اللاهبة ولم يتأثر الأمريكيون، فقد واصلوا تحركاتهم في كل مكان بما في ذلك الصحاري في غرب العراق دون أن يؤثر عليهم طقس العراق الحار، ما أثار دهشة العراقيين واستغرابهم الشديد. الكاتب يقول: لكن في تلك الأيام خرج لهم جنرال آخر أذاقهم الويلات، ومشيرا إلى المقاومة العراقية للاحتلال. نحو الجزائر: جاء في المدى: منذ أن تفجرت الاحتجاجات في الجزائر وبعدها السودان، ونحن نردد معهم المقولة الشهيرة: الديكتاتورية تبنى في سنين وتسقط في لحظات. وكأن التطور الدراماتيكي المثير في هذه البلدان أراد أن يثبت العالم أن التغيير ممكن بأبسط الأدوات، المهم أن تتوفر الإرادة الشعبية المخلصة وأن يكون هناك استعداد تام لدفع الثمن. وفي ساعتها سيكون التغيير سهلا. وفي السودان شاهدنا وإياكم كيف أن صوت كنداكا أنهى 30 عاما من البؤس عاشها السودانيون في ظل الرئيس المؤمن عمر البشير كما يصف الكاتب، فيما تظاهرات الشباب شباب العراق الذين تظاهروا وابتلعتها الأحزاب وكانت طريقا للجلوس تحت قبة البرلمان. عن ثورة السودان ومشاركة المرأة وتظاهرات العراقيين كتب علي حسين في المدى العراقية: أقرأ في فيسبوك صفحات للعراقيين وهم ينشرون صورة الفتاة السودانية ويتفاخرون أن امرأة قادت الحراك، ولم أجد تعبيراً أبلغ مما قاله يوماً عمنا جعفر السعدي: غريب أمور عجيب قضية.
فقبل أشهر قتلت امرأة عراقية في البصرة اسمها سعاد العلي فقط لأنها شاركت في الاحتجاجات. وبدلاً من أن نحييها ونطالب بالبحث عن قتلتها، ذهبنا نشمت فيها، بل إن البعض شعر بالنشوة لمقتلها. منذ أيام وساستنا الأشاوس يروجون لقوانين تمنع الاحتجاجات وتخرس كل من يطالب بمحاسبة مسؤول مقدس، ويتظاهرون لمنع فجور العراقيين، لكنهم صم وبكم وهم يشاهدون العمليات المنظمة لنهب ثروة البلاد وإشاعة الطائفية وتشجيع الانتهازية والتزوير. وفيما الرئيس السوداني المؤمن ظل يهدد الغرب ملوحاً بعصاه من يطمع في السودان عليه أن يلحس كوعه، فاضطر في النهاية أن يلحس كوعه. يقول الكاتب: نحن نواجه آخر الإحصائيات التي تقول أن محافظة المثنى هي أكثر المحافظات فقراً، تليها في الفقر الديوانية وميسان، ثم ذي قار، ثم نينوى، ثم واسط، ثم ديالة، ثم صلاح الدين، والقائمة تطول. وحين تنظر في قائمة أسماء النواب هذه المحافظات ستجد عدنان الأسدي يسيطر على المثنى في البرلمان، وأبو مازن ينصب نفسه إمبراطوراً في صلاح الدين. حيث يقول الكاتب: أيها السادة، أعطوني اسماً واحداً لمسؤول عراقي لم يسرق ولم ينهب ولا يستحق أن نخرج في تظاهرات لإسقاطه. مواجهة محتملة بدأت ملامحها تلوح في الأفق ليس بعيداً بين إيران وأمريكا، من خلال اعتبار الحرس الثوري الإيراني من وجهة النظر الأمريكية هو منظمة إرهابية غير منضبطة وغير مرتبطة بالدولة الإيرانية الرسمية، وذلك بامتلاكه ميزانية خاصة به تمول من الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتنفق على تسليحه وجنوده وأنشطته الحربية، بمعزل عن الوزارة، وزارة الدفاع الإيرانية. حيث جاء الرد الإيراني سريعا باعتبار القوات الأمريكية المتواجدة في غرب آسيا هي الأخرى قوات إرهابية خارجة على القانون، واستنادا على ذلك يمكن مساواتها بالتنظيمات الإرهابية كالقاعدة وداعش وشرعية استهدافها عسكريا في أماكن تواجدها وتمركزها. عن موقف العراق من هذه التطورات كتب حيدر الصراف في موقع كتابات: إذا كانت المواجهة القادمة بين إيران وأمريكا حتمية الوقوع بغض النظر عن أحقية التصانيف الإرهابية بين الطرفين، فإن النأي بالساحة العراقية عن ذلك الصراع المحتمل هو واجب النخب السياسية المتواجدة في البرلمان والحكومة، والتي عليها مسؤولية حماية الوطن والشعب من الأخطار المحدقة ولجم الأصوات النشاز التي تدعو للوقوف إلى جانب هذه الجهة أو تلك، وإحالة أولئك الذين يصرحون ويدعون إلى الزج بالبلاد في أتون حرب لا ناقة للعراق فيها ولا جمل، وإحالتهم إلى المحاكم المختصة بتهمة تعريض البلاد وأمن الشعب إلى المجازفة والمخاطرة، وجعل العراق ساحة صراع وتصفية حسابات للآخرين، وما يلحقه ذلك من دمار وخراب اجتماعي واقتصادي. وكأن كل تلك الحروب المتلاحقة والمتعددة التي ابتلي بها الشعب العراقي لم تكن كافية، ولابد من المزيد من الدماء التي تراق على مذابح الآخرين وفي حروب الآخرين وفي نزوات الآخرين. الكاتب يقول: اكتفت الحكومات الإيرانية ومنذ قيام نظام الثورة الإسلامية بالتهديد والوعيد فقط، ما جعل من تلك التهديدات فارغة وغير مهمة ولا تؤخذ على محمل الجد والحسبان، ما جعل إسرائيل تكيل الضربات للقوات الإيرانية المتواجدة في سوريا دون رد علمي عسكري رادع يوقف إسرائيل ويضع حدا لغطرستها، سوى تلك الردود الإعلامية التي لا تأثير يذكر لها، ما جعل إسرائيل تتمادى في تلك العربدة العدوانية وتستمر في هجماتها على الأراضي السورية في واحدة من أبشع صور العدوان والاستهتار الذي تماسه الدولة العبرية التي خرقت كل القوانين والأعراف الدولية دون أن تجد من يقف لها أو لتصرفاتها العدوانية بالمرصاد والترقب. في تقرير مصور لها من مدينة الموصل العراقية نشر قبل أيام ونشره وكذلك، يقول مندوب الأمم المتحدة إنه قد صدم من حجم الخراب الذي شاهده وهو يدخل إلى الجانب الأيمن منها،
وأنه على الرغم من زيارته وزياراته المتعددة لمواقع نزاعات في أفغانستان مثلا وإفريقيا، إلا أنه لم يرى يوما أجزاء من مدينة تم سحبها وتهديمها بهذا الشكل. الخراب أشبه بصورة الحرب العالمية الثانية في ستالينغراد وهامبورغ أو كوفنتري، فقد تم تدمير المدينة بالكامل برمتها. هذا التدمير الذي يصفه موظف الأمم المتحدة ليس تدمير ما سماه الإعلام الغربي تنظيم الدولة الإسلامية داعش، فما جرى المدينة بشهادة موظف الأمم المتحدة نفسه هو قصف منظم بالطائرات شاركت فيه بفاعلية فرنسا ودول غربية كذلك. هذا مقال للكاتبة ولاء سعيد السمرائي في صحيفة العرب الجديد. هناك اعتراف رسمي في بياني وزيرة الدفاع ورئاسة الأركان الفرنسيين بأن العملية شمال التي استهدفت الموصل فرنسية بحتة بدأت عام 2014 وانتهت نهاية عام 2017، بل هي لم تنتهي كما ذكر بيان رئاسة الأركان الذي ناقض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإعلانه نهاية داعش بقوله إن مسلحي هذا التنظيم عادوا إلى العمل السري ولم يختفوا تماماً. أما الأغرب فهو تصريح نائب في برلمان العملية السياسية المتواطئة في جريمة الموصل بأن ما حصل للمدينة هو مؤامرة كبيرة لتدميرها. وليست هذه النائب شخصاً عادياً من المواطنين العراقيين ولا متضررة من النظام السياسي، وعلى الرغم من ذلك استعملت هذا التعبير للكلام عن دمار لا مثيل له كان الغرض منه إسكات صوت الموصل إلى الأبد. أمنت فرنسا إذن بعملية شمال العسكرية وبتدمير الهائل والتهجير في ثاني أكبر مدينة عراقية وأهم مدن العراق المقاومة للاحتلال. وقد قال موظف الأمم المتحدة بطريقة دس السم بالعسل إن سكان الموصل لا يمكنهم العودة إلا بعد 10 سنوات بسبب ما وضع في الديار من متفجرات وقنابل يمكن تفجيرها لتقتل الناس. الكاتبة تختم وتقول وتنهي بدهم فرنسا لحكام تونس والجزائر وتظاهرات البصرة وكل الجنوب في العراق، فهي هذه التظاهرات تقصد مستمرة منذ سنوات وكلها بروفات لموعد مشابه ربما ضد طغيان المحتل وحكوماته التي فخخت العراق وباعته بالمفرق لهذا وذاك وأذلت شعبه بالقتل والتهجير والطائفية والسجن وتواطأت في تدمير مدنه واحدة تلو الأخرى وسلمت ثرواته كاملة. وستتجه تظاهرات العراقيين يوما ما إلى إنجاز عراق ديمقراطي متعدد يعيش بحرية ويحقق لشعبه الكرامة والعدالة الاجتماعية. جاء في العرب اللندنية سمعت رموز النظام في العراق صوت الشعبين الجزائري والسوداني مثلما سمعه الشعب العراق، ولا خيار أمامهم سوى تجرع مرارة التغيير والدخول فيها عن طريق الإصلاح الجذري للسياسات والبرامج، حيث أثارت قصة رحيل رئيسين عربيين في المنطقة وهم عبد العزيز بوتفليقة وعمر البشير عن الحكم خلال أسبوع واحد تساؤلات وتوقعات الكثيرين من السياسيين العرب وكذلك الشعوب وبينها الشعب العراقي لما يمكن أن يحصل من مفاجآت سياسية في المنطقة. فقد أضاعت أحزاب السلطة في العراق جميع فرص الانقضاض على أوكار الفساد وطوقت المبادرات لحكومتي حيدر العبادي وحالياً عادل عبد المهدي، لأنهم يعلمون جيداً أن الدائرة ستضيق عليهم وبهم. هذا مقال للكاتب ماجد السامرائي في العرب اللندنية. ولا بد من عدم استغراب تجدد المظاهرات الشعبية العراقية بعدما لمس العراقيون نتائج الرفض الشعبي في آخر مثالين عربيين. فهل ما حصل في الجزائر أو السودان من فساد وتسلط أجهزة حزبية وحكومية على مقدرات الناس أكثر مما يحصل الآن في العراق وهو البلد الذي ضرب الرقم القياسي عالمياً في الفساد وسرقة المال العام؟ وهل يعتقد الحكام في بغداد أن لديهم من الحصانات والسدود السياسية ما يمنع عنهم الفيضان إذا ما حصل؟
أم أنهم يعتقدون ويهمون أنفسهم بأنهم في منأى عن مخاطر ضياع سلطتهم لأنهم انتخبوا وقد كشفت الحقائق زيف الانتخابات وتزويرها وإحجام 80% من العراقيين عنها، كما سمع الرأي العام العراقي بأخبار بورصات ومزادات بيع المناصب الوزارية والحكومية الأخرى؟ أم أنهم ما زالوا في حلم مراهنتهم على الجماهير التي غشوها في السنوات الأولى من تسلطهم على البلاد باسم المظلومية الطائفية أو نصرة المذهب؟ فهذه الورقة قد احترقت حين خرج أهل المذهب في سلسلة التظاهرات خلال الأعوام الأخيرة، ومثالها في البصرة التي قمعت بقوة السلاح. رموز النظام في العراق وأحزابه الحاكمة لا خيار أمامهم ومنهم سوى تجرع مرارات التغيير والدخول فيها عن طريق الإصلاح الجذري الحقيقي الشامل للسياسات والبرامج واقتحام المحظورات ودك أوكار الحيتان الكبيرة للفساد وبما يقتنع بها أبناء العراق، وإلا فإن ساعة الشعب التي دقت في الجزائر والخرطوم يمكن أن تدق في العراق وفي بغداد في التحديد. يرى تشارلز بلو كاتب العمود في صحيفة نيويورك تايمز، يرى أن عمليات الشيطنة التي تتعرض لها النائبة الديمقراطية إلهان عمر هي الهدف الأخير في موجة هجوم للمحافظين على امرأة ملونة كما يصفها. وكتب قائلا: في الشهر الماضي عقد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية جلسة في هذه المناسبة وتحدثت فيها النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا إلهان عمر وسخرت فيها من الإسلاموفوبيا التي تعد مشكلة حقيقية ومستمرة في هذا البلد. تقرير ترجمته صحيفة القدس العربي نقلا عن صحيفة نيويورك تايمز حول الهجوم على النائبة المسلمة إلهان عمر من قبل المحافظين الأمريكيين. ويقول بلون: الهجمات على إلهان عمر هي أخبار في حد ذاتها وهو تخصص المحافظين، إلا أنني أعتقد أنه يجب النظر للهجمات عبر عدسات أوسع وأطول. فعمر هي آخر امرأة من الأقليات يمطر المحافظون عليها نيرانهم، ففي الوقت الذي حاول فيه اليمين الداعي للتفوق العرقي الأبيض تصوير رجال الأقليات بأنهم خطر، إلا أنهم قاموا بشكل روتيني بتصوير نساء الأقليات خاصة ذوات الصوت العالي منهن بالمرأة التي تعاني من المرض وتستحق التوبيخ الشديد. ويرى الكاتب هنا أشكالاً لا يتم التعبير عنها في الهجمات على عمر، ولكن على النائبة الديمقراطية عن نيويورك ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، وقبلهما قام ترامب وزمرته بشيطنة النائبة ماكسين ووترز التي وصفها ترامب بأن مستوى ذكائها قليل، وكذا الهجوم على النائبة عن كاليفورنيا فيرديريكا ويلسون، وقبل أن يحاولوا جعل عمر وأوكاسيو كورتيز وجه الحزب الديمقراطي فعلوا نفس الشيء مع ووترز وويلسون. تقول عضوة الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي إلهان عمر أنه ولم يتم إسكاتها بعد وبالإمن الانتقادات على التعليقات التي أدلت بها بشأن هجمات 11 من سبتمبر أيلول وبضمنها انتقادات الرئيس دونالد ترامب. بعيداً كل البعد عن السياسة، كشفت دراسة جديدة أن الكواكب الصخرية الشبيهة بالأرض التي تدور حول أقرب النجوم للمجموعة الشمسية يمكن أن تكون صالحة للحياة رغم مستويات الإشعاع العالية التي تتعرض لها. وقد كشفت دراسات علمية سابقة على سبيل المثال أن كوكب بروكسيما بي الصخري الذي لا يبعد سوى 4.24 سنة ضوئية يتلقى من الأشعة السينية أكثر من 250 مرة من الكمية التي تصل إلى الأرض، ويعاني من مستويات فتاكة من الأشعة فوق البنفسجية على سطحه. لذلك استبعد العلماء أي احتمال تطور شكل من أشكال الحياة عليه، فكيف الحياة أن تنشأ في هذه الظروف القاسية؟ لكن علماء الفلك من جامعة كورنيل يقولون في بحث جديد أن الحياة قد نجت بالفعل من هذا النوع من الإشعاع العنيف، ودليلهم في ذلك هو نشأة الحياة على الأرض. وقال الباحثان ليزا كالتينغر وجاك أومالي جيمس في الدراسة العلمية الجديدة
إن الحياة على الأرض تطورت من مخلوقات نشأت تحت قصف شديد من الأشعة فوق البنفسجية وفي ظروف مشابهة لتلك الموجودة اليوم على بروكسيما بي وغيره من الكواكب الخارجية القريبة أو أشد قسوة. متابعة ممتعة مع الكاريكاتور. إلى اللقاء.